ناخذ غير هي شليب ولا قهوه؟ شليب. كما كتشوفوا اخوتي المشاهدين، السلام عليكم. انتم الفطير ديالي اليوم، المهم حتى تعرفوني فين راني، حتى تعرفوني فين راني. الا كوني هانيه. لا فطور تبارك الله، بحالك كنفطر في داري نيشان. نتوما مالي الخير، المهم بقاو معايا وتشوفوا فين غادي نمشي. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تحيه للمغاربه ديالنا كاملين داخل وخارج الوطن، تحيه لخوتنا التوانسه، خوتنا الجزائريين، خوه ما كاين عداوه. اللي مريض الله يشافيه، اللي عنده صحيحته خوتي الله يخليها ليه، اللي عنده والديه الله يخليهم ليه، اللي ميتون اللي ميتين ليه الله يرحمهم. هادشي اللي كاين اخوتي. المهم هاد الفيديو جيت نديرو خصوصا على ام النعيمه البدويه. مبروك عليك الصلاح انت واختك، مبروك عليك. الخا واحد هاد الدنيا ام نعيمه، الله يبعد عليكم شر الخلق. هادشي اللي غادي نقول لك، انت راكي مزيانه بنت الاصل، اختك كذلك مثال. الله يخلي لكم الوالده ديالكم، الله يحفظها، تبقى ان شاء الله ديما دوبين عينيكم، الله يشافيها ليكم. والله الا فرحت لكم قسما بالله ملي تصالحتوا، والله الا فرحت قسما بالله. ديما كنقول يا ربي هاد جوج خواتات غادي يتصالحوا ان شاء الله في المقارب، غنشوفوهم بجوج مجموعين يا ربي ارحم الراحمين. والله سبحانه وتعالى حقق لي الامنيه هذه اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى، كما قال لي قالها جوج وريضات جوج خواتات هما مجموعين الحمد لله. ما تدوش عليا خوتي، راه ضرني الراس مع هاد المشاكل اللي دازين عليا، ضرني الراس اخوتي الشكوى. الله عيني دارين رحيت نضادر حطيتهم هنا حدايا. المهم كما كتشوفوا ودابا غتشوفوا معايا راجلي في الفيديو ان شاء الله، راه جاي عندي وهادشي اللي كاين. المهم انا راني هنا، راني في فاس. واش غادي نقول لكم اخوتي؟ المهم عاوتاني بغيت نهضر على عالم سوسو، هضرت عليا البارح، درت عليا مسكينه فيديو، كنشكرها بزاف. تحيه لك عالم سوسو، تحيه لك كبيره 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 بزاف، شكرا بزاف. قالت لي مسكينه، واش صراحه انا داكشي اللي قالت لي غنقوله،
قالت لي مسكينه ياك ما عندك الفلوس غادي نعاونك. قلت لها بدك الناحيه غا حيديها من عقلك. قلت لها عندي الفلوس والحمد لله ما خصني حتى شي حاجه. قلت لها انا هاد الفيديوهات اللي درت عندي مشاكل نيشان دخلوا بيناتنا الشياطين، ماشي كنطلب من الفلوس ولا انا الفلوس الحمد لله عندي فلوسي وما كنطلب حتى شي حاجه، انا برزقي ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير الصحه والسلامه ويبعد عليا بنادم. هذا الشيء اللي كاين وشكرا بزاف. قلتي عندي ثلاثه د الوليدات، لا غلطتي على مسوسو ديالي الحبيبه، عندي اربعه، جوج وليدات وجوج بنيات، جوج وليداتي وجوج بنياتي اللي والده مع هذا السيد مع راجلي. هذا الشيء اللي كاين. هذا الراجل عرفته كان عندي 6 سنين، كان المهم ساكن حدانا، هو مبني ملال ساكن حدانا، والمهم كان كاري تما جا خدام صافي وطولت المعاشره هو ومي الله يرحمها وماما، كان تحسبها بحال الوالده ديالو، هي مرا كبيره وهم عيالات كبار صافي، بقى تيدخل ويخرج عندنا في الدار وانا مازال صغيره قد وليداتي الصغار. ايوا صافي ملي صافي ملي مات با الله يرحمه اللي رباني، ولا صافي ما عندناش شكون اللي نصيفطو هكا يكلف بينا شي حد، ماما وامي الله يرحمها اللي ما كانوا غير جوج عيالات في الدار وانا صغيره ما عندناش شكون اللي شكون اللي يوقف معانا في شي حاجه. امي وماما اللي معايا داروه بحال ولدهم، كيتسخر وكيعطيوه يخلص الماء ويخلص الضوء ويعمر لنا الغاز البوطه، المهم اي حاجه بغيناها نزيدو لبني ولا شي حاجه هو اللي كيتكلف بالخدامه، هو اللي كيدير كل شيء صافي زيد زيد زيد. المهم تا ولا راجلي تاك الله سبحانه وتعالى كما قال لي قالها تلاقى المكتب بيني وبينه صافي، والحمد لله درنا وليداتنا، تزوجت درت الخطوبه عندي 12 عام و4 شهور، درت العرس 15 و6 شهور. هادشي اللي كاين اخوتي والحمد لله ونعم الراجل، ولكن اخوتي اش غادي نقول لكم، البشر ما تيخلي حتى واحد هاني، البشر ما تيشوفك عايش مزيان واكل شارب ما خصك حتى شي خير، وتيبدا يدخل بين الله يستر بين الضفار الوسخ اللي كيدخل بين الضفار. ايوا المهم اخوتي الهضره ديالنا ماشي هي هادي، المهم عاوتاني نعاود نقول نفس الكلمه، تحيه للبديعه طاطا بديعه وتحيه للمناعم البدويه، مبروك عليكم الصلاح والله العظيم انا فرحت لكم بزاف، الله يبعد عليكم شر الخلق، نتوما ديما خواتات وغتبقاو خواتات ديما كوحده عزيزه على الاخرى، غير بنا المخت الغضب راه المصارن في الكرش وكيضربوا يا خوتي. هذا الشيء اللي كاين. المهم بغيت نهضر عاود على دوك الفيديوهات اللي تيصيفطوا الناس، هذه ديال امي نعيمه راه هضرات في سيدنا الله ينصرو، امي نعيمه هضرات على سميتو سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني الله يرحمه، هذاك الشيء اللي قالت هي، والناس اخوتي كما كتشوف قلبوا عليها مسكينه الهضره، وهي كتهضر مزيان هضره ديالها مزيان كلشي مزيان، ولكن الناس اخوتي بغاو الله يستر ما عرفت شنو بغاو عندها، وكتبقى اخوتي تقول شي حاجه وكيبقى المهم لا حول ولا قوه الا بالله الله يخلصهم. هاد المراه مسكينه راها مريضه، اقسم بالله اقسم بالله الا راها مريضه قسما بالله العلي العظيم، راه هاد المراه راها مريضه بزاف، راه يلا دوز الطبيب غادي تقول لكم هي بفمها، انا ما عنديش الحق نقول لكم شنو، راها مريضه هاد المراه والله الا مريضه وحق لا اله الا الله، الا ما كانتش مريضه انا كنتحمل المسؤوليه، مريضه حتى الماكله ما كتاكلش ما كتقدر تاكل، عندها الخزان طالع. المهم هي تقول لكم شنو تعاود لكم كل شيء، حتى تعاود لكم هي عاد نعاود لكم انا يا خوتي، ما نقدرش انا نسبق نقول شي حاجه الا ما بغاتهاش ولا. المهم نعيمه البدويه راها مريضه حق لا اله الا الله، فيها السكر عندها القلب عندها بزاف ديال الحوايج يا خوتي، راه ربي معاها ربي يقويها ربي يشافيها ربي يوقف معاها، وسيدنا الله يخليه لنا تاج فوق راسنا يا ربي، تنقص من عمرنا وتزيد في عمره، الله يحفظ الاسره العلويه كامله من الصغير حتى الكبير، الله يخلي ليه وليداتو الله يخليه لينا الله يشافيه، والله يرحم ليكم الوالدين يا هاد الناس، ما تبقاوش تقلبوا الهضره على هاد المراه، الله يرحم ليكم الوالدين راه هاد المراه راه كتظلموها بزاف، انا ماشي حيت كنمشي عندها ولا عزيزه عليا كندافع عليها، لا اي واحد انا في هكا كنهضر في الحق اخوتي، حيت انا شت هضرتها ما قالت والو ماشي قالت شي حاجه وانتم قلبتوها، واش هي حمقه تقول ديك الكلمه؟ واش هي حمقه؟ راه ماشي حمقه،
أنا قالت صح، قالت سيدنا الله يرحمه، سيدنا الله يرحمه يعني الأب ديال سيدنا محمد السادس، الله ينصره لينا والله يخليه لينا. هذا الشيء اللي قالت أخوتي. سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه هو اللي مات، الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه. انتم ما قلبتوا عليها الهضره وقلتوا هذه وهذه، حشومه عليكم الناس، حشومه عليكم. اش بغيتوا عند هاد المراه؟ خليوها تخدم على وليداتها، خليوها تخدم شغلها. يا هاد الناس يا عباد الله، اش بغيتوا عند هاد المراه؟ خليوها عليكم، كل واحد يخدم شغله، كل واحد يخدم على قناته. حشومة، كل 15 يوم 10 ايام خص تنوضوا تجع على هاد المراه، ما دارت لكم حتى شي حاجه. وشوفوا فين كتوصلوا يا الناس، شوفوا فين